عندي واحد تشيز كيك بسلو نكهه مغربيه. اييه مزيان داكشي اللي تيبقى. دابا كنعرفوا في رمضان تيبقى لينا بعض الخضرات السلو ما كنعرفوش اش نعملوا به. كانوا اليوم مخبينه في المجمد الا جات شي حد ولا هادشي اللي كانت كنجبدوا في حويجات نستعملوه. بالنسبه لهاد التشيز كيك غادي الطبقه الاولى غنحتاج فيها 200 غرام ديال البسكوي. اي بسكوي بغات السيده. عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو وعندي كاس لاروب ديال العنبه اولا 120 غرام ديال السلو السلو اللي تيبقى كناخذ هذاك البسكوي كنطحنو مزيان حتى كيتطحن وكنضيف عليه في الطحانه كنضيف عليه معلقه ديال الكاكاو وهذاك السلو اللي يعني هذاك كاس لاروب ديال السلو 120 غرام ولا كاس لاروب وكنعاود نطحن مزيان حتى كيتطحن الخليط كله كيجي بحال رملنا داك البسكوي الزبده فعلا. صافي ملي كيتطحن كناخذ المول ديالنا اللي كيتحل دائما من الجنب كنعمل فيه داك الخليط مزيان نحاولوا نوركوا على المول مزيان اما بالكاس اولا باي حاجه حتى كيشد الفورمه مزيان وكندخلوه للمجمد. وكنمشيو نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه كنحتاج فيها 200 غرام ديال الجبن طري اي جبن حتى داك اليوغورت اللي تكون مكتوبه فيه جبن طري راه هو مزيان واللي استعملت انا 200 غرام ديال الجبن. عندي ثلاثه ديال المربعات ديال الجبن الفرماج المربع المعروف. عندي ثلاثه المعالق كبار ديال السكر الثقيل ولا السكر كلاصي. وعندي 200 غرام ديال الكريمه ديال الخفق اللي كنطلعوا شونتيه. وعندي غير جوج وراق حتى ثلاثه ومره غير جوج وراق هنا ديال الجيلاتين كافيين وممكن في هذه الحاله نستغناو عليه الا طلعنا مزيان الكريمه. واخا بالنسبه للطريقه كناخذ هذاك الجبن 200 غرام كنضيف عليه دوك ثلاثه المربعات ديال الجبن الاخر وثلاثه المعالق ديال السكر الثقيل وكان نطرب مزيان ولا نطحنوه ماشي مشكل غير باش داك المربعات ما يبقاش هكا طريف. وكناخذوا الكريمه ديالتنا اللي هي 200 غرام تكون بدون سكر لان عملنا ثلاثه المعالق ديال السكر. ونطلعوها مزيان هنا هاد الكريمه الا طلعناها مزيان ولا شونتي قابضه في راسها راه ما نحتاجوش الجيلاتين. نطلعوها مزيان حتى تطلع مزيان وعاد نضيفوا عليها داك الجبن اللي خلطنا ونبقاو نخلطوها غير من الفوق لتحت باش ما تطيحش ونجبدوا هذاك هادشي الا طلعنا الكريمه مزيان. الا شفت السيده ان الكريمه ديالتها ما طلعتش مزيان ضروري تاخذ واحد ثلاثه الوريقات ديال الجيلاتين ولا جوج ماشي مشكل وديرهم في حمام مائي مع جوج معلقات ديال الماء. من بعد من طبيعه الحال راه داك الجيلاتين ضروري نرطبوه في شويه الماء حتى تيدبال. اييه يعني ضروري هذوك كيف قلتي الجيلاتين حتى نرطبوه في الماء اييه حتى تيدبال عاد نديروا داك مزيان تنعصروه مزيان من الماء وتنديروه في شي كويصرينه هكا كبيره تنديروه مع واحد جوج معلقات حتى ثلاثه ديال الماء وكنديروه في حمام مائي باش ما يتحرقش لينا الجيلاتين. غير كيبان لينا داب حيت في الحمام المائي ما تيسخنش بزاف كيبان لينا داب كنبداو نحركو مزيان نحركو مزيان وكنضيفو على هاد الكريمه كامله كنحركوها هكا من الفوق لتحت وكنجبدو داك المول ديالنا اللي درنا في المجمد فيه ديك الطبقه الاولانيه وكنكبو فوق منها هاد الخليط هذا. طريقه سهله بالنسبه للطريقه الزين اللي عملت انا خديت غير 40 غرام ديال الشوكولات وزدت عليها 40 غرام ديال داك اليوغورت ديال الشوكولات كريمي معروف في حمام مائي ثاني حتى داب ليا هاد عطاتني بحال كاناش وبديت ناخذ بالمعلقه وتنعملها كامل الفوق على شكل هكا حلزوني. من بعد خديت داك العود ديال الشواء ولا عود السنان اللي متوفر وكنبدا ندير هكا خطوط بحال بغيت نعمل داك ديال ميلفوي هكا غير عشوائي. ايوه وكيجي فعلا تزين عشوائي ولكن كيجي فيه واحد المنظر صراحه مفيش كتدخل هذيك الكناش لداخل مع الكريمه يوليو الوينات مختلفين. اييه كتدخل السيده كل شيء اما المجمد لمده ديال ساعات غير كيبرد او الثلاجه الا بغيتو يبات ولا اربعه. اييه الله يعطيك الصحه وهكذا يعني هذاك السلو كميه نديروها في كيف قلتي في المجمد حتى يجيو الناس هكا ولا نكونوا مجموعين عاد كنتشهاو مع اتاي والكميه الاخرى هكا ممكن اننا نديروا بها تشيز كيك بسلو. الله يعطيك الصحه.